حزب الله يوقع إسرائيل في كمين محكم واشتباكات عنيفة على الحدود وتصريح مثير للجدل لمحمد عفيف. حاولت قوة إسرائيلية التسلل فجر اليوم الأربعاء إلى بلدة العديس الحدودية في القطاع الشرقي بجنوب لبنان قبل أن تتراجع إثر الاشتباكات. وقال حزب الله في بيان: تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الأربعاء لقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها. مقاتلو الحزب ذكروا في بيان أنهم أوقعوا خسائر بالقوة الإسرائيلية وأجبروها على التراجع دون إعطاء المزيد من التفاصيل، بحيث قالت مصادر عسكرية لبنانية أن الجيش الإسرائيلي مهد لعملية التسلل إلى بلدة العديسة بشرق جنوب لبنان بقصف مدفعي عنيف طال بلدات كفركلة والعديسة والخيام. وتابعت: الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ في أعقاب القصف المدفعي 3 غارات جوية استهدفت بلدة الخيام وأطرافها. وعقب عملية التسلل اشتبك مناصرو الحزب على الحدود الجنوبية مع الجيش الإسرائيلي، فيما حث العدو في بيان سكان الجنوب على عدم الانتقال بالمركبات من شمال الليطاني إلى جنوبه، وأشارت إلى أن وحدات مشاة ووحدات مدرعة نظامية انضمت إلى العملية البرية في لبنان، كما أطلقت سفارات الإنذار في مستوطنات حدودية بالجليل الغربي، وأطلقت صواريخ نحو خليج حيفا وعكا. لتقوم وسائل إعلام إسرائيلية بالكشف عن مقتل جنديين وجرح العشرات خلال اشتباكات مع عناصر الحزب قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن الجنود المصابين نقلوا إلى مستشفى رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم. وأكد مسؤول الإعلام في الحزب محمد عفيف خلال جولة للإعلاميين في الضاحية الجنوبية أن لا وجود إطلاقاً لأي أسلحة في المباني التي قصفتها إسرائيل بالضاحية الجنوبية، معتبراً أن قصف إسرائيل لمقر قناة الصراط هو إرهاب وعدوان. وأضاف: قواتنا اشتبكت اليوم مع قوات العدو في العديسة ومارون الراس، وما حصل في مسكف عام ليس إلا البداية، موضحا أن عدد القتلى في صفوف العدو في معارك اليوم كبير جدا وهناك تعتيم من قبل العدو. وتابع: قواتنا ومقاومونا على أتم الاستعداد للمواجهة والمقاومة مع العدو. وأكد عفيف أن المقاومة بخير ومنظومة القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية أيضا بخير، مضيفا: نحن ننتظر مسار عمليات المقاومة ونتصرف بحكمة وهدوء، والمقاومة بأعلى درجات الجهوزية. وأضاف عفيف: إسرائيل تقوم بتدمير منظم ومتواصل للمباني المدنية، مشيرا إلى أن تدمير إسرائيل المنظم للمباني لن يزيد شعبنا إلا إصرارا على دعم المقاومة.